مرحبا بكم في مركز الشرطة، أنا الضابط كيكي. إذا واجهتم أي متاعب فقط ابحثوا عني. الهاتف يرن. مرحبا، أنا الضابط كيكي. لا أستطيع أن أجد والدي. لا تخف، فقط قف في مكانك، أنا آتي إليك حالا. ساعد كيكي على تجهيز زي الشرطي. قبعة الشرطي. جهاز اللاسلكي. جهاز مهام. هيا بنا. ياي. هيا نذهب سريعا إلى مكان الحادث لنرى ماذا حدث. أنا الضابط كيكي، ماذا حدث؟ لا أستطيع أن أجد والدي. لا تبكي، هيا بنا نبحث عنه. هل لك أن تصف لي شكل والدك؟ توجد صورته هنا. لا عليك، هيا بنا نجمع الصورة معا. هيا نرى شكل والدك. بنا. سوف أساعدك في البحث عنه. لقد ضاع صندوقي أيها الشرطي، هل ساعدتني في البحث عنه؟ ساعد فرس النهر على وضع الصندوق في مكانه. أنت حقا شجاع أيها الشرطي. شكرا لك أيها الشرطي. لا عليك، هل رأيت والد القنفذ؟ أعتقد ذلك، لقد رأيته في متجر الفواكه. شكرا لك، سوف أذهب للبحث عنه فورا. نقف عند الضوء الأحمر ونمشي عند الضوء الأخضر. هيا بنا نحرك العصا إلى اللون الأخضر.
السيارة قادمة. هيا نستمر في البحث عن والد القنفذ. لقد علقت السيارة، لا يمكننا المرور من هنا. لا يمكن أن تترك السيارة في وسط الطريق. هيا بنا نبحث عن موقف للسيارات. أنت حقاً شجاع أيها الشرطي. أنا يمكنني المرور، شكراً لك. لا عليك، هل رأيت والد القنفذ؟ لقد رأيته عند متجر الفاكهة. حسناً، إلى اللقاء أيها الأرنب الصغير. أين أنت أيها القنفذ الصغير؟ بابا، هذا هو بابا. رائع، لقد عثر القنفذ على والده. شكرا لك أيها الشرطي كيكي. لا عليك، لا تجري مبتعدا عن والدك في المرة القادمة. لقد أنهيت المهمة بنجاح، وتلك هي مكافأتك. صديقي الصغير، إذا ضللت الطريق اطلب مساعدة الشرطي أولا، لا تمشي مع الغرباء.